تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعين لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فحياكم الله معانا في هذه الساعة الإذاعية اللي نتمنى إن شاء الله أن نشوف فيها مشاركاتكم مستمعين عبر الأرقام 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006 4006، والاتصالات على 600-55-1414. دراستنا اللي ما نبتدي فيها اليوم يقول اكتشاف خطر ومروع لقلة النوم. أعلن خبراء أن اضطرابات القلق وقلة النوم قد تصبح نقطة انطلاق لمرض سرطاني يتطور بصورة سريعة جدا. وقام باحثون من جامعة شيكاغو الأمريكية طبعا على فئران مخبرية، قسموها مجموعتين، عطوا الفئران مجموعة الأولى الفئران المجموعة الأولى الفرصة الكافية للنوم بصورة طبيعية. فئران المجموعة الثانية تعرضت لعوامل خلتهم يعني يستيقظون عدة مرات من النوم. بعد أسبوع حقنت جميع الفئران بخلايا سرطانية. العلماء أكدوا تطور الأورام عند جميع الفئران خلال 9 إلى 12 يوم، ولكن حجمها عند فئران المجموعة الثانية كان ضعف عن المجموعة الأولى اللي نامت نوم طبيعي. المرحلة الثانية من الاختبار تم حقن الفئران في عضلة الفخذ بخلايا سرطانية، وتبين أن الأورام نمت وتطورت لدى المجموعة الثانية بوتيرة سريعة جدا وانتشرت إلى الأنسجة السليمة المحيطة. إذن النتيجة أن العلماء يعتقدون أن السبب يعود إلى أن قلة النوم تؤثر بشكل سلبي في نشاط الجين المعروف باسم TLR4. هذا الجين هو ناقل بيولوجي للمعلومات الخاصة بالجهاز المناعي للجسم، ما يزيد من فرص تطور السرطان. الله يعافينا وإياكم. فالفكرة يا جماعة الخير النوم يعني بشكل سليم، والواحد يستغرق يعني في النوم العميق، هذه شغلة وايد مهمة. كيف أوصل لهذا الموضوع؟ لازم أبعد نفسي عن أي شيء ممكن خليني أفز من النوم، ولا أني يعني أبعد عن التلفون عن التلفزيون عن أي مؤثرات ممكن أنها توعيني، خاصة للنوم هم خفيف جدا اللي ممكن يفز من النوم. هذيلا يعني لازم تكون لهم طقوس للنوم وايد ضرورية ومهمة، لأن العملية خطيرة جدا خطيرة جدا انك انت ما تنام بشكل جيد. فكانت هذه الدراسة اللي اكدت هذا الموضوع على سرعة او مضاعفة انتشار الخلايا السرطانية، والعياذ بالله يعني من والله يعافينا ويعافيكم عند اللي ما ينامون بسرعة، وممكن من خلال الجين هذا اللي هو TLR4 شوية يعني الفرص تكون أكبر في تطور
السرطان. طيب النفسية لها بعد عامل كبير. يوم 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 بتروح تنام يا أخي خل نفسيتك شي زينة، لا اللي متضارب يا حرمته ولا متزاعل وياها يراضيها قبل النوم. إذا أنت زعلان من حد يعني سامحه يا أخي قبل النوم، بتحس شي بشعور جميل. أن في الصحة النفسية في دبي يعني الهيئة تبذل يعني جهود كبيرة في تحسين الوضع الصحي للسكان وتعزيز الصحة النفسية لأفراد المجتمع بشكل عام. هني يعني تم اعتمد يعني سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي استراتيجية الصحة النفسية في إمارة دبي للأعوام من 2017 لين 2021. طبعا هذه الاستراتيجية فيها أربع محاور كانت من ضمنها الحوكمة والتنظيم، التوعية والوقاية والتدخل المبكر، تقديم الخدمات والتعافي والتكامل المجتمعي. كل هذه طبعا المحاور هذه كان في نتاجها 9 مبادرات. الرسالة اللي يسعوا لها هو وهي تعزيز الصحة النفسية وتوفير خدمات عالية الجودة يمكن الوصول إليها. من المبادرات يعني تمكين المريض، برامج لتمكين المريض، مرافق الصحة النفسية والبنية التحتية لهذه المرافق، تقديم خدمات مبتكرة، تنمية القوى العاملة والتوظيف في مجال الصحة النفسية، الوقاية من الأمراض النفسية. هذه وايد مسألة مهمة، كيف أقي من الأمراض النفسية؟ وهني برجع أن الموضوع الرئيسي ترى يقع على عاتق المريض نفسه. أنت ترى لك جزء كبير أنك أنت تعالج نفسك خاصة من الأمراض النفسية. في موضوع التدخلات المبكرة هذه في برامج قامت فيها أو قاموا قطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي بتوفيرها ل يعني التدخل المبكر خاصة لأمراض التوحد وغيرها من الأمراض اللي ممكن لا سمح الله بعد تدخل فيها الإعاقات وكذا. ولكن حتى الأمراض النفسية في تدخل مبكر لها، يكون في برنامج معين، في متابعة معينة من قبل المراكز الصحية لمراحل نمو الطفل. حوكمة الصحة النفسية، نحن من خلال برنامجنا نحاول نروج ونوعي كذلك بمثل هذه المبادرات، وأيضا في بعض التشريعات النفسية اللي تم وضعها. شو النتائج المتوقعة؟ طيب أن يكون عندنا إن شاء الله نظام فعال مبني على معايير عالمية نقدر نحد من عبء الرعاية طويلة الأجل، عرفتوا؟ فكثر ما تدخلنا من وقت يعني ما نقلل من عبء الرعاية طويلة الأجل، توحيد التشريعات والمعايير الخاصة والتراخيص بالنسبة للممارسين، الحد من تقدم الأمراض، رفع الوعي بالأعراض والعوامل، عوامل الخطر، تحسين نوعية وجودة الخدمات اللي موجودة في إمارة دبي بشكل عام وهيئة الصحة يعني بشكل خاص، تعزيز صنع القرار القائم على الأدلة. مهم جدا أن الأرقام والإحصائيات تكون موجودة عندنا، المعلومات هي اللي السليمة والصحيحة واللي فيها شفافية في الطرح هي اللي تؤدي إلى القرار السليم. أيضا يعني هذا كله إن شاء الله يعني نوصل من خلاله إلى تقديم خدمات مبتكرة وزيادة المرافق، استخدام سجل الصحة النفسية الموحد وزيادة القدرة على تتبع رحلة المريض نفسه لما يكون عندي ملف كامل لكل الجوانب الأمراض اللي موجودة للشخص. يعني أنا عندي ملف إلكتروني شايلنا معايا في الموبايل، شايلنا في التليفون، شايلنا معايا في كل مكان أسير له أتعالج فيه. وإن شاء الله يكون يعني هذا النظام بإذن الله، يعني أتمنى من كل قلب أن يكون على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون في نظام موحد
خاص بالملف الطبي للمرضى سواء في القطاع الحكومي والخاص. نحن في هيئة الصحة بدبي يعني ماشيين في هذا الطريق أن يكون بإذن الله عندنا نظام أو ملف إلكتروني موحد واللي عرفناه باسم سلامة. وهنالك الكثير من الأنظمة اللي طرحت في هذا المجال، من ضمنها حتى البارحة كنا نتكلم عن اللهم صل على محمد على برنامج تحصين من ضمن المبادرات اللي كانت موضوعة لسياسة الصحة المدرسية اللي تمشي بعد كذلك على 2018-2021. لأن نتمنى نوصل يعني أو ندخل العقد الجاي نكون على الأقل وصلنا إلى مرحلة كبيرة من التقدم في هذا المجال، ويكون وتكون عندنا قاعدة بيانات قوية. عموما عزيزي قابلنا قهوة الحين، ما نشرب بالقهوة وما نطلع فاصل. بعد الفاصل بإذن الله عندنا مواضيع كثيرة ما نتكلم عنها، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا مستمعين على 400-400-6 للرسائل النصية، وللاتصال 600-551-414. أسامح عيسى، أنا متعود الأرقام تقولها دكتورة ندى. دكتورة ندى طالع إجازة صار لها حين أسبوع ليه ما أتذكر الرقم، أخذ وقت شوية. طيب الفترة الأخيرة قمنا نسمع وايد عن تقنية البلوك تشين، هذه التقنية اللي نزلت في قطاعات وايد. الحين شو هذه التقنية وكيف تشتغل وشو سالفتها وشو ما نستفيد منها؟ يعني اللي يقولون قاعدة بيانات واسلوب جديد حق تنظيم البيانات، بس كيف نتعامل معاها؟ انزين كيف ما نستفيد منها في هيئة الصحة؟ في شو بتفيدنا؟ كل هذه الأسئلة تمر في بالي لما حد يذكر لي موضوع البلوك تشين. اليوم أو الحين عندنا بنتكلم عن مؤتمر وقمة البلوك تشين 2018. معانا عبر الهاتف المهندس وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات المؤسسية في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير باش مهندس. صباحك الله بالنور والسرور أستاذ محمود. أستاذ وليد، الحين البلوك تشين هذا المصطلح اللي بدأ يبرز على الساحة بشكل كبير ووايدين ما يعرفون شو هو البلوك تشين بالضبط، فيا ليت تعطينا فكرة عن مؤتمر وقمة البلوك تشين 2018 وأيضا مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر، وبعدين نتكلم عن هذه التقنية بالضبط شو هي. طبعا مثل ما عودتكم هيئة الصحة نحن نشارك في المؤتمرات أساس نعرض نحن تقنياتنا الأخيرة اللي طبقناها في هيئة الصحة في دبي. نعم. أساس المشاركين اللي عندنا نحن ولا الموافدين للمعرض يستفيدوا من خبراتنا نحن، نحن بعد نستفيد من خبراتهم. هذا الهدف الرئيسي نحن مشاركتنا في قمة البلوك تشين 2018، ومن خلال القمة هذه نحن طبعا عرضنا نحن شو التطبيق للبلوك تشين عندنا نحن اللي سويناه في الهيئة. نعم. زين لو بنتكلم عن البلوك تشين نفسه، هو البلوك تشين هي قاعدة بيانات غير مركزية، هذا المصطلح المختصر. يعني في كل يعني قمة أحضرها أول سؤال يوني يبغون يتكلمون عن البلوك تشين، دوم اللي حصله شو هو البلوك تشين اللي هي طريقة يعني أسلوب جديد في أو قاعدة بيانات أو أسلوب جديد في تنظيم البيانات زين وتوزيعها بشكل غير مركزي. أيوة نعم. زين فنحن في هيئة الصحة شو اللي سوينا دراسة، فأفضل تطبيق لنا البلوك تشين ترخيص المهنيين. فكيف نحن قاعدة بيانات ترخيص المهنيين بتكون غير مركزية، بتكون غير مركزية تستفيد منها الجهات الحكومية المرخصة في دبي مثل مدينة دبي الطبية. وإن شاء الله بعد نتواصل مع هيئة الصحة في أبو ظبي وبعد وزارة الصحة أساسا يكون عندنا نحن قاعدة بيانات مركزية لكل الأطباء في دولة الإمارات العربية المتحدة. أوكي. أساسا الانتقال للأطباء من جهة لجهة، مثلا عندنا نحن طبيب مرخص في دبي
زين. اللي راح حاب يقدم على مدينة دبي الطبية واللي يقدم على أبوظبي يكون انتقاله أسهل من يقدم من أول وجديد وتعرف على شهاداته وتعرف على خبرته، فيكون يعني أبسط وأسهل له الموضوع هذا. طيب أنا هني يعني السؤال، أنت قلت إن ممكن نستفيد منه من خلال نظام شريان المحدث هذا اللي أنت تتكلم عنه تقريبا، إن عملية ترخيص الأطباء كيف بتكون وكذا. طيب بما أن البلوك تشين يعني هذه فيها بعض الأمور اللي يعني ممكن تخليها سجلات افتراضية أو عملات افتراضية ممكن الواحد يتعامل فيها من خلال هذا النظام، نحن عندنا كيف بيتم التعامل، وهل هو آمن أصلا لتبادل الأموال؟ لا بس شوفوا، عندك نوعين من شبكات البلوكتشين. نعم. الشبكة العامة اللي هي الموجودة عالميا واللي هي الشبكة الخاصة. الشبكة الخاصة اللي هي أفضل للمؤسسات، اللي يكون دخول الشبكة هذه بس أنا أعطي صلاحية أن الشخص هذا يدخل على شبكتي أنا بهالصلاحيات فقط. فيعني أنا بسوي عندي قاعدة بيانات سجلات الأطباء، مدينة دبي الطبية بتسوي عند نفس القاعدة، بيكون عند دبي مدينة دبي الطبية مثلا، وبيسوي تبادل وتشارك المعلومات فقط بين الجهتين هيلة. وبعد أساس نضمن السرية والأمان، وبعد ما نعرف معلومات الأشخاص لها الطبيب هو بوافق على المعلومات اللي بيشاركها مع الجهة المعنية. يعني الطبيب يسير مدينة دبي الطبية وبيوافق أن يشارك المعلومات هذه مع مدينة دبي الطبية اللي هي موجودة في هيئة الصحة، أساس أن يطلع عليها ويطلعون عليها ويشوفون معلوماته من ناحية خبرته من ناحية شهاداته، أساس الانتقال يكون أسهل بعد. طيب شو أهمية وفوائد استخدام تقنية البلوكتشين؟ يعني الحين خلنا نتكلم عن التقنية ككل، شو أهميتها بالنسبة لي؟ سرية وسهولة تبادل المعلومات بين الجهات. أوكي، سرية وسهولة تبادل المعلومات بين الجهات. لأن البلوكتشين يعتبر من أعلى السرية، يعني الأمان التشفير هي الأعلى حاليا، من الأعلى يعني التقنيات. طيب الآن هذه التقنية بتوفر علي بعد ساعات عمل وجهد ووقت ممكن أنا أبذله من خلال تنظيمي للعمل من خلال البلوكتشين. فحاليا نحن الطبيب أساس يرخص كمتوسط من 4 إلى 6 أسابيع، فالهدف من تطبيق البلوكتشين هو تقليل الفترة هذه. وبعد إذا قدم لجهة ثانية لازم يتعرفون على بياناته من أول وجديد، وإذا كانت بياناته موجودة في سجل البيانات هذا المشترك بتكون أسهل، لأن هي من مصدر موثوق اللي هو هيئة الصحة. صحيح. طيب في يعني أمور مستقبلا ممكن نحن نصادفها في عملية أن تطوير هذه المنصات، منصات أو التكنولوجيا البلوكتشين هذه، ونحن في دولة الإمارات ليش انطلقنا للعمل مع من خلال هذه التكنولوجيا؟ طبعا انت تطبق اي تكنولوجيا ما تبغى تسوي شيء على اساس انه يكون هو مثل دارج، تبغى تتاكد ان هالشيء بتستفيد منه يعني بشكل صحيح بشكل سليم. اوكي، لان في جهات كثيره طبقت البلوكتشين، ما بقول في الامارات، انا شفت خبرات خارجيه. نعم. قالوا طبقنا البلوكتشين في مجالات معينه ولكن لم نستفيد منه بالقدر الكبير. فنحن قبل ما نبدا يعني هذا التطوير اللي قلنا لك اياه، الملف الطبي نفس الشيء، الملف الأطباء المشترك، نحن قمنا دراسة كبيرة حققنا من جهات كثيرة، وبعد استفدنا من خبرات حكومة دبي الذكية. ويوم حكومة دبي الذكية وصلت أن تقنية البلوكتشين هي يعني منظومة أساسية وتقنية بتفيد، يعني هي في دراسة كبيرة صارت على الموضوع هذا. ممتاز. ونقول أولا وأخيرا هو طريقة استخدامك للتقنية وبيفيدك ولا ما بيفيدك. طيب أنا يعني تفضل. لا أنا لاحظت أن معظم القطاعات اللي اشتغلت على موضوع البلوكتشين هي يعني دائما يكون من خلال تعاون ما بين جهات حكومية
والقطاع الخاص كذلك. يعني معظم المبادرات اللي طلعت في هذا المجال اللي ترجمت يعني الاستراتيجية اللي يسعى لها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لما أطلق هذه الاستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية البلوك تشين، معظم الجهات ما قدرت تشتغل بروحها، لازم القطاع الخاص هو كان شريك رئيسي في هذا المجال. ونحن من خلال هيئة الصحة، من خلال موضوع النظام شريان المحدد، اشتغلنا مع القطاع الخاص في هذا المجال. الهدف الرئيسي من خلاله توفير المال والجهد والوقت وحتى تسريع الإجراءات. طبعا يعطيكم العافية. ممكن نشوف البلوك تشين في تجارب ثانية بعد كذلك في الهيئة ولا؟ ان شاء الله نحن بس عن الخطه المفروض نطلق فيها للبلوك تشين ان شاء الله في الربع الرابع. انا نحن قاعدين نحدث نظام شريان بشكل كامل، مع اطلاق النظام بنطلق فيه البلوك تشين. الحين نحن في مرحله صممنا نحن شكل البلوك تشين، بس باقي التطوير، وهذه كمرحله. وكبلوك تشين في مجالات ثانيه نحن قاعدين ندرس شو افضل المجالات اللي نطبق فيها البلوك تشين. وبالنسبه للشراكه مع القطاع الخاص، طبعا عندنا نحن بالتقنية اللي مطبقة الحين في البلوك تشين في شريان والتراخيص الأطباء كسجل مشترك. طبعا بنستفيد من المستشفيات، طبعا النظام الجديد هو بالشراكة مع المستشفيات، بس المستشفيات هي بتكون تحت مظلة هيئة الصحة. ممتاز ممتاز. فالمعلومات اللي بتوفرنا إياها المستشفيات بتكون موجودة على البلوك تشين، مثلا خبرة الطبيب. ممتاز. يعني كم مارس عن الفترة اللي مارس فيها، مع المحافظة على خصوصية وأمن المعلومات. طبعا أكيد، يعني هذه مسألة مهمة جدا. يعني معظم الأمور اللي تركزون عليها دائما هي أمن المعلومات وخصوصية المعلومات هذه. لا، هذا الهدف الأساسي من استخدام خدمة تقنية البلوكتشين، وبعد استخدام البلوكتشين الخاص مش العام المشترك. وبعد عندنا الحين من خلال التقنية هذه نقدر نحدد شو الجهات وشو المعلومات اللي بنشاركها للجهات. ممتاز جدا. بتم دفع المبالغ عبر عملات رقمية ولا من خلال الأنظمة الإلكترونية؟ لا، من خلال الأنظمة الإلكترونية. من خلال الأنظمة الإلكترونية إن شاء الله. يعني ممكن مستقبلا نشوف لنا عملة رقمية خاصة بدولة الإمارات إن شاء الله يا رب. والله على حسب، ترى بعد هذا الموضوع فيه رزق، لكن شوف، نحن الاستراتيجية اللي عندنا، نحن نبغي نوصل إن شاء الله لنكون يعني الدولة المتقدمة في سجل تقنية البلوكتشين، وتكون يعني منظومة الأولى من نوعها، وكذلك يعني نصل باستراتيجية بلوكتشين دبي عشان نكون عاصمة للعالم ونقدم نموذج جميل. نحن مثل ما ذكرت أنت، شفت أمور كثيرة في تفضل. بس في التقنيات الحالية اللي عندنا نحن، يعني تقدر تقول تخدم نفس الهدف. يعني إذا أنا عندي شخص يقدر يقدم على أنه طبيب يمارس الطب في دبي، صح، هو برا على البلاد. صح صح. يعني هذا شيء، يعني هذا هو نفس الهدف اللي أنت تبغى تحققه بالبلوكتشين. صحيح. في بعد طلعوا حلال تشين، ها؟ لا جد، ترى حلال تشين ابوي، ها؟ الشعب يحب الاكل. اي لا طلعوا، ترى انا ما قاعد يعني افكر فيها بشكل هذا. لا، في هذا كانت كذلك تحفيز حق الاستراتيجيه ومبادره، يعني من خلال مبادره دبي عاصمه الاقتصاد الاسلامي، فطلعوا مثل هذه المبادرة. عموما موضوع جميل جدا. نحن بدينا بالحكومة الإلكترونية، دخلنا على الحكومة الذكية، والآن نذهب إلى التقنيات البلوكتشين، وإن شاء الله يا رب الحكومة الرقمية. فيعطيكم العافية، مشكور أستاذ وليد، وإن شاء الله يعني مستقبلا نتكلم شوية أكثر عن بعض التطبيقات اللي موجودة عندنا في هيئة الصحة بدبي في لقاء مفصل أكثر. كان معنا عبر الهاتف المهندس وليد الظهوري، رئيس قسم التطبيقات المؤسسية في هيئة الصحة بدبي. شاكرين لك هذه المداخلة، ونطلع فاصل يا عيسى. بعد الفاصل إن شاء الله ما نذهب إلى السياحة صحية، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة.
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي قدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. حد كان يسأل يقول شو أنت قلت حلال تشين، شو يعني حلال تشين؟ حلال تشين هذه يعني مثل في خطط في الإمارات تركز على الربط ما بين جهات وتوثيق واعتماد الحلال العالمية من صوب ومصنعين منتجات الحلال من جهة ثانية في منصة واحدة، يسهلون ويسرعون عملية الحصول على شهادات التوثيق الخاصة بالتوثيق أن هذا المنتج حلال، وبالتالي تعزيز أسلوب الحياة والمنتجات الصحية اللي إن شاء الله تكون يعني ضمن يعني منظومة كاملة متسمة بالشفافية وتقدم للمستهلكين يعني منتجات قادرين يستهلكونها من خلال رصد البيانات وضمان موثوقية وصحة البيانات اللي موجودة، وإن شاء الله يعني إيجاد منصة عالمية آمنة لتبادل البيانات الخاصة بتجارة وتصنيع المنتجات الحلال. طبعا هذا كله تم يعني من ضمن استراتيجية بلوكتشين في دبي، وما ما موضوع يعني ما كان له علاقة بالصحة بشكل مباشر، ولكن ذكرنا مع أستاذ وليد الظهوري وحد سأل وردينا عليه. طيب الآن بنتوجه إلى الحديث عن افتتاح جناح خاص بالسياحة الصحية. معانا عبر الهاتف الدكتورة ليلى المرزوقي، رئيس مجلس السياحة الصحية في هيئة الصحة بدبي ورئيس المجلس العالمي للسياحة الصحية. صباحك الله بالخير دكتورة. بالنور والسرور أخوي محمود، حياك الله. سامحيني أنا شوية بس طلعت برا على الموضوع، لأن كنا نتكلم عن البلوكتشين. كان معانا وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات، لكن نرجع للسياحة الصحية، نتكلم عن السياحة الصحية. وانتوا البارحة كانت عندكم فعالية جميلة، يعني أطلقتوا جناح خاص بالسياحة الصحية، فخبرينا ولعطينا نبدأ عن هذا الجناح، وين كان، شو السالفة، وليش أطلقتوا؟ جزاك الله خير أخوي محمود على الاستضافة. طبعا هذا الجناح اللي تفضلت فيه اللي خاص للسياحة الصحية، وهو أكبر وأشمل جناح للسياحة الصحية على مستوى المنطقة، حيث أن في مستشفى الزهرة في دبي، طبعا بحضور معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة في دبي، هو كان يشرفنا بافتتاح هذا المركز اللي كان في مستشفى الزهرة. وطبعا المركز هذا بافتتاحه هو يكون مساير مع استراتيجية هيئة الصحة في دبي في تعزيز مكانة دبي على الخارطة العالمية للسياحة الصحية وليس فقط السياحة العلاجية. طبعا المركز هذا يتضمن خدمات كثيرة، وهي طبعا كلها مرة ثانية تتوافق مع السياحة الصحية والاستجمام والفحوصات الشاملة اللي إمارة دبي دائما تحب تقدمها لزوارها من السياح الصحيين ينوي الإمارة. والمركز هذا طبعا بشكل عام أنا راح أخذكم وأقول لكم شو يشمل المركز هذا، وإن شاء الله دكتور مهيمن بيكون معنا وبيشرح زيادة عن المركز. يشمل المركز هذا ثلاث أشياء، ثلاث تخصصات، وهي تتماشى مع رؤيتنا: تخصص التجميل والفحوصات الشاملة، ومركز العلاج بالأكسجين تحت الضغط. طبعا نحن إمارة دبي دائما هي متميزة بالخدمات الفريدة واللي مو موجودة في المنطقة، وتركز على أنها توفرها للمقيمين ولزوارها. فمثلا مركز العلاج بالأكسجين تحت الضغط هذا أول مركز موجود على مستوى المنطقة، وما في أي مركز ثاني يقدم هذه الخدمة، وإمارة دبي هي الأولى في المنطقة في تقديم هذه الخدمة. طبعا الخدمات اللي يركز عليها المركز خدمات التجميل والتغذية وخدمات الجلدية، ويضم طبعا أهم شيء أن المركز موجود
والبنى التحتية للمركز موجودة، بالإضافة إلى أن ما اكتفوا بالشيء هذا، بالإضافة إلى ذلك أن عندهم مكتب متخصص لمتابعة وإدارة شؤون المرضى اللي يجون من خارج الإمارة بقصد العلاج والاستجمام، بحيث أن المريض يومي الإمارة هو يحتاج حد ينسق ويشرف على استقباله مثلا في المطار، وعنده حاجات مثلا يمكن يا إمارة الدولة أول مرة بيحتاج يكون عنده أسئلة مثلا عن المطاعم الموجودة، عن الخدمات الطبية الموجودة، عن الأماكن الترفيهية. ففي المركز المركز السياحة الصحية في مستشفى الزهرة يقدمون لهم ينسقون زيارتهم ويساعدونهم في كل ما يحتاجونهم، وإذا عندهم أي استفسار أو أي شيء حابين أن غير الخدمات الطبية فهم يساعدونهم في الموضوع هذا. تفضل يا دكتور. طبعا الهدف الرئيسي من المشروع هذا، طبعا احنا عندنا ان نبغى نستقطب 500,000 سائح بحلول 2020 الى اماره دبي، وهذا المركز يخدم استراتيجيتنا مثل ما قلت في البدايه. وطبعا احنا دائما نشجع المنشات الصحيه التابعه لمجموعه دي اكس اتش اللي هم معنا شركائنا الاستراتيجيين في مشروع السياحه الصحيه، منهم دائما يقدمون للسائح خدمات متميزه وعلى طبعا على أسس وضوابط من ناحية هيئة الصحة في دبي. جميل. طيب أنا دكتورة بنتقل لدكتور مهيمن عبد الغني الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهرة. هني دكتور، يعني توجهكم هذا التوجه بافتتاح أكبر مركز للسياحة الصحية في المنطقة، وأيضا ركزتوا على هذه المجالات أن تكون فيها ثلاث مراكز التجميل وفحوص شاملة والعلاج بالأكسجين، هل هذه ممكن نقول أنها نقطة بداية نحو خدمات جديدة قادمة كذلك مع مجلس السياحة الصحية لتعزيز مكانة دبي على خارطة السياحة الصحية العالمية؟ اولا اشكركم الاستضافه، وزي ما تفضلت الدكتوره ليلى يعني قالت كل شيء ما شاء الله الدكتوره ما خلت شيء. والله ما لا دكتور مهيم بيقول التفاصيل يلا ده بيشير يعني لو ده بيبين حاجه فزين قدر التعاون وقدر الدعم اللي احنا بنتلقاه من هيئه الصحه وبالمجلس من مجلس السياحه الصحيه، لأن زي ما هي أشارت الموضوع ده شراكة، ومطلوب أن الشراكة دي تستمر، لأن القطاع الصحي له جناح خاص وجناح عام والاثنين مكملين، ودي الرؤية اللي موجودة حاليا في هيئة صحة دبي، ودي رؤية اللي بتترجم مع شركاء الاستراتيجيين. فده بيخلينا أن احنا دايما يعني بنعمل معا وبنقدم اللي بيفيد مشروع السياحة الصحية اللي هو واعد جدا الحمد لله في تطور من عام لعام. واعتقد ان رقم ال 500,000 ده احنا هنتخطاه بكتير، اللي هو 500,000 سائح في 2020 ان شاء الله امارات دبي هتتخطاه وهتبقى هتحقق واحد من الارقام القياسيه اللي معتاد عليها دايما. فيما يخص الجناح، الفكره بدات من ان احنا ازاي نقدر ندعم السياحه الصحيه، خاصه ان احنا لقينا ان اماره دبي بتجتذب كتير جدا من السائحين، وان مجرد ما بيعرفوا ان في خدمات صحيه عاليه في المستوى، طواقم طبية وكوادر طبية مؤهلة ومدربة ويعني المنشآت الصحية عالية الجودة كلها معتمدة الحمد لله، ده بيشجعهم كتير جدا على ان هم ياخدوا الخدمات الصحية المتوفرة. فبدأنا نركز في مجال اللي هو يعتبر فيه ناس كتير بتيجي لدبي عشان او سواح كتير بيجي لدبي عشان يتلقوه، وهو التجميل وجراحات التجميل والعناية بالبشرة والوزن المثالي زي ما بيقولوا، وده تطلب ان احنا نأسس جناح متكامل بكل التقنيات المطلوبة. ان صراحة كم طبيب تقريبا عندكم في هذه المراكز دكتور اللي طلعتوها، وكم عدد الاشخاص الجديدة فيها؟ تقريبا يعني اكتر من 60 طبيب وممرض وفني على مستوى عالي جدا. بالنسبة للأطباء مختلف التخصصات، من جراحة التجميل للجراحات التعويضية للجلد للبشرة للجراحات الأنف وأذن التجميلية وبقية الجراحات التجميلية اللي في الجسم. فبالتالي الفكرة كانت توفير أكبر قدر من الخبراء. يعني أنا كنت أقول دايما إن إحنا
لو عدينا سنين الخبره اللي بيمتلكها الطاقم ده حتى تعدى ال 100 150 عام، وده يدي قد ايه وزن لنوع وجوده الخدمه الطبيه اللي بتقدم. ليش اخترتوا علاج بالاكسجين؟ سووا مركز العلاج بالاكسجين. صراحة الأكسجين هو علاج بأكسجين تحت ضغط بيتم داخل غرفة، الغرفة بيترفع الضغط فيها لتقريبا ضعف الضغط الجوي، يعني ضعف الضغط اللي على سطح الأرض، وده بيزود معدل الأكسجين الموجود في الدم بحيث أن المناطق اللي هي محتاجة الأكسجين يوصلها. في احتياجات كثيرة جدا للعلاج بالأكسجين تحت ضغط، خاصة بالنسبة لنا في الإمارات احنا عارفين معدل السكري عالي سواء في الإمارات أو في المنطقة العربية بالكامل، بيوصل من أعلى معدلات في العالم، ومن أحدى مضاعفاته هي القدم السكري وعدم وصول الدم لدرجة كافية للأطراف وبذات القدم، وبينتج عنه صراحة مضاعفات كتير قد لا قدر الله تتطور لحتى البتر. العلاج بالأكسجين المضغوط بيساعد لوصول الأكسجين للمناطق دي، بيدي المرضى فرصة كبيرة جدا إن هم يتجنبوا مضاعفات كتيرة تحصل. من الفوائد الثانية للعلاج ان هو بيستخدم في حالات زي الاصابات الرياضيه، اللي عند اللاعبين واللي بيلعبوا في مجالات الرياضه المختلفه ممكن يستفيدوا جدا من وصول الاكسجين بكثافه للمناطق المصابه، وبالتالي استعاده الحيويه والنشاط الرياضي بسرعه اكبر. طيب دكتور، يعني واحده من اهم الشغلات اللي يعني يسعى، وهذا السؤال بوجه بشكل عام كذلك للدكتوره ليلى، ولكن اكثر شغله يعني تشغل بال السائح اللي متوجه إلى السياحة الصحية الأسعار. عرفت أنا إذا بسي بسوي عملية ولا بسير مكان ثاني ولا كذا، يعني الحمد لله نحن في الإمارات عموما الله يطول في عمر شيوخنا وحكومتنا وقادتنا يعني موفرين لهذه الخدمات ويهتمون بصحة المواطن، ولكن البلدان الثانية دكتور الأسعار شغلة مهمة جدا، خاصة في القطاعات هذه أو القطاع التجميل وغيرها من القطاعات هذه. نحن نعرف أن معظم الشركات التأمين ما تغطي هذه القطاعات لأنها تحسبها تكميلية، فخلنا نتكلم عن هذا الموضوع. الأسعار كيف؟ هو زي ما أشرت حضرتك السائح الصحي بيفكر في حاجتين لما يروح لأي مكان، جودة الخدمة والسعر. يعني هو دايما بيبقى دايما دول اللي بيفكر فيهم عشان يختار بين الأماكن المختلفة اللي ممكن ياخد فيها الخدمة. دبي بتركز على حاجتين، أولا جودة الخدمة لأن دبي بتتميز بالجودة، فلا بد إن احنا نميز خدماتنا الصحية اللي بتقدم إنها تكون ذات جودة عالية. بما في ذلك إن أصبح، ودي يمكن لأول مرة في العالم، متوفر للسائح الصحي اللي يجي دبي نوع من التأمين يغطي له المضاعفات إن حدثت. يعني لا قدر الله لو هو جاء وعمل عملية تجميل بالأنف والعملية حصل فيها مضاعفات، التأمين ده بيغطيه إن هو يرجع تاني يعمل العملية التانية لو فيه مراجعة ويجي مع حد من أفراد أسرته ويقيم في الفترة دي في دبي. جميل. دي مبادرة يعني جيدة جدا من مجلس السياحة الصحية في دبي وبنطبقها حاليا، لأنها بتشجع إن تدي ثقة للسائح الصحي إن حتى لو لا قدر الله حصل شيء ده أنا هتغطي. دكتورة ليلى. جزاك الله خير دكتور مهيمن على هذه الإضافة، على الإضافة هذه. أنا بس أحب أضيف على ما قال دكتور مهيمن أن بالفعل نحن في إمارة دبي نركز على الجودة ونركز على تجربة المريض والتجربة اللي يمر فيها سواء جاي يعني للاستجمام أو جاي يعني للعلاج، بالإضافة إلى نحن عندنا حقوق وواجبات المريض حقوقه واضحة موجودة على الشبكة الإلكترونية dxh.ae، بالإضافة إلى أن هيئة الصحة في دبي خذت على عاتقها أن كيف إذا لا قدر الله صارت هناك مضاعفات أو أن السائح العلاجي عنده أي ملاحظة ممكن أن يقدمها عن طريق شبكة إلكترونية خاصة لتقديم الشكاوي والاستماع إلى ملاحظات السائح العلاجي، وهي أخوي محمود ما موجودة في أي دولة من دول العالم. يعني نحن نقول تفضل الإمارة دبي، نقول حق السائح تفضل الإمارة دبي للعلاج والاستجمام، وفي الحكومة هي اللي بترعاك والحكومة هي اللي بتاخذ حقوقك والحقوق وواجباتك كلها واضحة، ونركز على التجربة وعلى الجودة. يعني إذا وحدة كبرت خشمها زيادة عن اللزوم وردت وانتفخ خشمها
ممكن تجيبونها بتذكرة خاصة وتسكنونها وتعالجونها على حساب على حسابنا. وبعد مو بهالشيء فقط، انه بعد نقول لها تعالي قدمي ملاحظاتك، وحكومة دبي متمثلة في هيئة الصحة في دبي ان شاء الله بتتولى الموضوع وبتحقق في الموضوع. الحين اللي يكبرون خشومهم ترى الريايل اكثر من الحريم ها دكتور. خليني اضيف لحضرتك شيء مهم هنا. تفضل. يعني اشرت حضرتك لان في عمليات التجميل ممكن تحصل يعني حاجة مخالفة لتوقعات المريض. صح. او اللي هو التجراء العملية الجراحية. نعم. يعني احنا امبارح حتى اشرنا لبعض التقنيات المستخدمة حتى في مستشفى الزهراء، هي تقنية الفيرتشوال رياليتي اللي هي ان احنا نقدر المحاكاة الواقع او بالضبط محاكاة الواقع، ان احنا نقدر نخلي المريض يشوف صورة تخيلية للي هيكون عليها بعد اجراء الجراحة. يعني احنا بناخد صورة ثلاثية الابعاد من الانف مثلا. صح. الحالية، ونبدأ نوريله ازاي هتتم الجراحة، وفي الاخر النتيجة هيوصل لها هتبقى شكلها ايه، بحيث مقدما يقدر يتخيل، وبتكون تقريبا يعني نسبة توهق بتتعدى 90%. دكتور نحن تقنية مهمة بنستخدمها بحيث تخلي المريض ياخد ثقة اكتر في الخدمة المقدمة. جميل، نحن نتمنى لكم التوفيق. دكتور مهيمن عبد الغني الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهرة، دكتور علي مرزوقي رئيس مجلس السياحة الصحية، رئيس مجلس السياحة الصحية العالمية ايضا، نحن شاكرين لك هذه المداخلة، نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى يعني دائما نحن شو نقول دكتور، يعني ما في اجمل من صنعة الخالق، يعني اسمح لي اني بخسركم هني شويه، لكن هذه الحقيقه، ما في اجمل من صنعة الخالق. يعني الانسان اذا ما يحتاج هذه العمليه التجميليه، واذا كانت هذه العمليه التجميليه مجرد للكماليات او لبعض يعني مثل ما صارت موضه، ممكن ان في النهايه تاخذ شكل مختلف وبتطلع نسخه من وايد ناس موجودين حواليك. صحيح. محمود التغيير حلو. لا دكتوره الحين ما علينا، اتكلم خلي موضوع السياحه. سبحان الله ربنا اعطانا ميزه يجب استخدامها، ان يعني في حالات كتير بتستفيد من لان بيكون لها تبعات نفسيه وتبعات دكتور مشاكل. الله يخليك، الحين ما دام دكتوره ليلى قالت التغيير حلو، ابغى اسوي له عمليه تجميل. غير شكلها. ما بتعرفني ها. لا ما شاء الله عليكم، يعني الله يعطيكم الصحة والعافية، جهود مباركة، وهذا اللي نتمناه دائما، التعاون ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. عيسى بختم الحين بس، لأن هذه النقطة المهمة جدا، أن ضمن استراتيجية أصلا أو التوجه العام اللي يأتي من سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس وزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد، وسمو الشيخ حمدان بن راشد رئيس هيئة الصحة بدبي، أن تكون أو يكون القطاع الصحي في إمارة دبي. دكتورة صححي لي، ما أدري إذا غيرت النسبة ولا لا، 30% من مزودي الخدمات من في الحكومة و70% من القطاع الخاص. أعتقد اليوم يعني ممكن نحن نوصل 20-80 أو وصلنا. النسبة هذه كانت 30-70. هنا 30-70، نحن ما أدري وصلنا لها ولا لا، ولكن أتوقع الواقع يقول أن نحن واصلين لها إن شاء الله، وهذا نموذج فعلي وترجمة حرفية لهذه الاستراتيجية. نحن نتمنى لكم التوفيق، وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نتمنى أنكم استمتعتوا بهذه الساعة الإذاعية، ونلقاكم إن شاء الله في الغد. كل الشكر لنور نزال كانت معنا في الإعداد، في التنسيق ميرا الإخفلي، شكرا جزيلا، في الإخراج عيسى سبيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم حتى ذلك الوقت دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.